وأولى أخبارنا والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل انفوجرافات سلطت الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وده خلال الفترة من 15 ولحد 21 يناير 2022، واللي تضمنت الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة للأنشطة اللي قام بها. كمان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كشف إن في أخبار بخصوص ادعاء أشخاص انتسابهم لوزارة الصحة واتصالهم كمان بالمواطنين بزعم تسجيل بياناتهم للتأكد من تلقيهم لقاحات فيروس كورونا. ومن هنا المركز تواصل مع وزارة الصحة والسكان ولنفت هذه الأخبار تماما، وقالت إن مفيش أي حاجة من دي ومفيش أي حد بيتواصل مع الناس عشان يعرف منهم بياناتهم الشخصية، وإنه التسجيل بيكون فقط من خلال الموقع اللي وضعته الوزارة.